الاثنين تجارة الأدوية المنتهية الصحية. في القانون الدولي مقارنة دولية إن أي شركة ترمي الأدوية المنتهية الصحية، أنتوا بتحموهم ليه؟ بتحموا ليه الشركات دي؟ الشركات دي ما تتحميش، الشركات دي لازم تاخد حقها، تاخد الأدوية المنتهية. أنا كصيدلي بعد ما أشتري من 10,000 جنيه دواء يفضل عندي قدامي كده، وأنا عملت كده فيديو إن شاء الله بشاركه في الصفحة بتاعتي أو الويب سايت وتشوفوا قصدي إيه. لكن إحنا جايين هنا مش نحتاج، إحنا جايين هنا للتنبيه لأفكار حقيقية اقتصادية للوطن. حاضر، أنا آسف، معلش، أنا عايز أتكلم مشروع الصبح كده أول 3 أربع أيام. تمام، صناديق قد كده قدامنا السبايات منتهية في الصلاحية، أنا كصيدلي هعمل إيه؟ ما أنا معيط جنبهم يا جدعان، ما أنا دافع حقهم وكاش. يا عم شركة التوزيع اللي بعتها لي، لا ثانية واحدة لما أشوف بقى الفاتورة فيها ولا ما فيهاش، أنا دي مالكم؟ وبعدين رح نطلع، طب بقول لك يا دكتور عشان يفكرنا شوية. طب خلينا بقى نشوف ادينا ال 50 صنف اللي عندك ونشوف، يقعد عنده 3 شهور، وبعد ال 3 شهور من ال 50 صنف يروح مرجع لك ايه؟ يرجع لك قسط 48 يقول لك انا خدت 2 هم دول اللي عندي بس. بعد 3 شهور، بعد 3 شهور يحصل ايه؟ والشهر اللي بعده ايه؟ صح يا صيادله؟ وبعدين بعد كل ده ايه اللي بيحصل يا فندم؟ تبص تلاقي حاجتين، يا اما بتاخد